أهلا بكم في بتوقيت مصر. وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة مساء اليوم استعدادا للمشاركة في قمة مصرية فلسطينية أردنية تعقد غدا الخميس بمدينة شرم الشيخ. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية إن الهدف من القمة هو حث الإدارة الأمريكية على الحفاظ على حل الدولتين والعمل على فتح مسار سياسي لإقامة دولة فلسطينية وعودة اللاجئين. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. البحث عن موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية، هذا ما رشح من أنباء عن هدف القمة المزمع عقدها غدا في مصر. القمة بحسب وسائل إعلام عربية تجمع بين الرئيس المصري والعاهل الأردني والرئيس الفلسطيني الذي وصل مساء اليوم إلى مطار القاهرة. القيادة الفلسطينية تتطلع من خلال القمة إلى التنسيق لموقف عربي لوضع استراتيجية شاملة لحل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي استباقا لموعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أسبوعين، بالرغم من نفي إسرائيل مشاركة رئيس وزرائها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن هناك حديثا عن مقترحات لخطة سياسية شاملة لعرضها هناك، مما يعزز من أهمية القمة الثلاثية لبناء موقف عربي موحد. دافع آخر حرك ساكن العمل العربي المشترك، رئيس الوزراء الإسرائيلي نسبت إليه جريدة جيروزاليم بوست تصريحات قبل لقائه الرئيس الأمريكي رفض فيها حل الدولتين، وهذا ما يضاعف من أهمية القمة الثلاثية للتأثير في الموقف الدولي والأمريكي بشكل خاص لمساعدة الفلسطينيين في نيل حقوقهم. المجتمع الدولي في السياق ذاته أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية اليوم عن تطلعه للقمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية المرتقبة في القاهرة لحث الإدارة الأمريكية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على حل الدولتين. القاهرة وعمان وضعتهم الأقدار في حكم الجوار الجغرافي لفلسطين، لذلك يأتي التنسيق ضمن سياق منطقي في ظل صعود حكومة إسرائيلية متطرفة ومواقف أمريكية لا تخفي الانحياز. اقتدار العمل العربي المشترك على أهميته يمثل تحديا في تحقيق الحد الأدنى من الإجماع نحو قضية فلسطين. التقارير الصحفية كانت تؤكد أن هناك نية لعقد قمة رباعية بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت، لكن الواضح أو ما قيل في تقارير صحفية أبرز ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط أن الرأي استقر في النهاية على إقامة قمة ثلاثية بحضور مصر والأردن وفلسطين من أجل التمهيد لاجتماعات الأمم المتحدة المزمع عقدها والتوافق والاستقرار على خطة عمل واضحة وعلى رؤية عربية واضحة يتم طرحها سواء على أو خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت، والذي تتحدث عنه مصادر إعلامية مختلفة آخرها اليوم في إسرائيل تتحدث عن لقاء قريب سيجمع الرئيس السيسي بنفتالي بنت غالبا في شرم الشيخ، أو عرضه أيضا على اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العادية. الحديث عن هذا اللقاء الثلاثي وما سينتج عنه بشكل أساسي هو حديث عن يعني باعتبار مصر والأردن القوتان الأساسيتان والتقليديتان اللتان يعني تتحكمان بشكل أساسي أو يعني تتداخلان بشكل أساسي إن صح التعبير في القضية الفلسطينية منذ زمن بعيد. ربما هذه القمة تؤكد أن القوى التقليدية ما زالت هي التي يعني تسيطر إلى حد كبير على الأوراق وعلى ملفات هذه القضية، هذا من جانب. من جانب آخر محاولة الاتفاق وصياغة يعني مشروع واضح وخطة عمل واضحة كما قيل في وسائل الإعلام وكما قال بشكل أساسي كمان محمد شتية رئيس الوزراء الفلسطيني. بشكل أساسي هناك رغبة أو فكرة ستطرح خلال هذه الاجتماعات، وهي فكرة الحماية أو فرض الحماية الدولية على للشعب الفلسطيني خلال هذه يعني خلال هذه القمة أو خلال هذه الاجتماعات، بحيث يتم فرض الحماية الدولية على الشعب الفلسطيني ومن ثم الاعتراف ضمنيا بحدود 1967. هذا الاقتراح سيوضع على المائدة بحسب
تقارير صحفية فلسطينية ومصرية سيتم التوافق عليها أو سيتم وضع على المائدة من أجل التوافق عليه والذهاب به إلى الأمم المتحدة ربما في المرة المقبلة. هناك تمسك أيضا بحل الدولتين بحسب تصريحات قادة الدول الثلاثة. حل الدولتين هو الإطار العام الذي ترغب مصر والأردن وفلسطين في يعني في أن تكون هذه الفكرة أو هذه أو هذا المبدأ هو الحاكم لأي مفاوضات سلام رغم رفض نفتالي بنت بشكل قاطع هذا الاقتراح بشكل علني. يعني ربما تكون هذه القمة فرصة لإعادة طرح وإعادة التمسك بهذا الأمر كمحدد أساسي من محددات مفاوضات السلام، ربما يتم طرحه والتأكيد عليه في الأمم المتحدة لمواجهة رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي لهذه الفكرة، وربما أيضا يتم الحديث عنه بشكل علني في القمة المنتظر أن تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت. إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه الاجتماعات في صياغة هذه الرؤية الموحدة؟ وإذا ما تمت صياغة هذه الرؤية إلى أي مدى يمكن إجبار أو يمكن إقناع إسرائيل على الالتزام بها؟ ربما يعني هذه أسئلة رئيسية نتوجه بها إلى ضيفنا من القاهرة الكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم الدراوي. برحب بك أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. يعني الهدف المعلن للزيارة وتصريحات المسؤولين في الدول الثلاث تتعلق بصياغة ومحاولة صياغة رؤية واضحة تجمع مصر والأردن وفلسطين من أجل حل القضية الفلسطينية والسير في مفاوضات السلام. من وجهة نظرك ما هي الأمور الرئيسية التي ستكون مطروحة على الطاولة من أجل الوصول إلى هذا التوافق؟ يعني لو نظرنا لما تقوم به مصر اليوم وتحديدا في الملف الفلسطيني، هي تشارك الولايات المتحدة الأمريكية في قرارات حقيقية لإرساء مبدأ السلام بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي. لكن لو نظرنا للرؤية التي تقودها القاهرة في هذه المرحلة، أعتقد أن احنا بنتحدث عن 4 مراحل القاهرة تريدها من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي. هناك للأسف الشديد لا يوجد رأي فلسطيني موحد. دعني أقول أن القضية الفلسطينية في هذا التوقيت هي مشتتة، لها رأيان، رأي في قطاع غزة ورأي في رام الله. للأسف الشديد الجانب الإسرائيلي يعلم جيدا ضعف الرؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتحدث بكل صراحة، وتصريحات نفتالي بنت رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضعف حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هذا يجعل أن القاهرة لابد أن تتدخل ولابد أن يكون هناك رؤية واضحة. ونحن نتحدث عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيذهب إلى الأمم المتحدة منتصف هذا الشهر لإلقاء كلمة فلسطين في الأمم المتحدة. الـ4 مراحل اللي بنتكلم عنهم، أنا هبدأ من 4 مرحلة وهي حل الدولتين التي تقوده القاهرة. القاهرة قادت في الفترة السابقة 4 مراحل، مرحلة التهدئة بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني على كل المراحل. تحديدا القاهرة تسعى لأن يكون هناك حلول جذرية لكل المشاكل التي تقودها إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية أو حتى في قطاع غزة ومرحلة المعابر والحدود وما يحدث فيها. الأمر الثاني أن القاهرة تريد إعادة إعمار قطاع غزة وإزالة كل العقبات أمام هذا الأمر. الأمر الثالث اللي بتقوده القاهرة في هذه المرحلة هو إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس. والمرحلة الأخيرة والرابعة هي الأمر ده. لكن هناك مرحلة مهمة وملحة تقودها القاهرة في هذا التوقيت، وأعتقد أنها ستطرح في زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهي ملف صفقة تبادل الأسرى التي تقوده القاهرة بقوة وتسعى لأن تنجزه وتنجز كل الملفات بما فيها إعادة الإعمار وفتح المعابر وأن يكون هناك حالة من الأريحية بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي. وما يحدث الآن من طلبات مصرية نفذتها الإدارة الإسرائيلية، وخاصة كانت بتوجيهات حقيقية من الولايات المتحدة الأمريكية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت لابد أن يستمع للرؤية المصرية، والرؤية المصرية تقود إلى
فك النزاع ونزع فتيل النزاع بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني. بما يحدث الآن من حالات إرباك ليلي كما تتهم إسرائيل قطاع غزة، لكن هناك ما زالت، لكن إذا كانت إسرائيل وإذا كان نفتالي بنت صرح بشكل واضح أنه يرفض حل الدولتين، وإذا كان حل الدولتين هو الأساس للرؤية المصرية، فكيف يمكن الالتقاء وكيف يمكن يعني الوصول إلى حل في ظل هذا التعنت الإسرائيلي؟ يعني أنا أعتقد أن القاهرة عندما تتحدث في هذا الأمر فهي تتحدث عن أمرين. الأمر الأول هو تقريب وجهات النظر. للأسف الشديد وما قلته وما أردده يعني في هذه المرحلة وما يراه الجميع أن الإدارة الإسرائيلية في هذا التوقيت لا ترى لها في المقابل يعني أحد ينافسها أو أحد تتعامل معه لديه قوة حقيقية، وتحديدا مرحلة الرئيس محمود عباس. والأمر لدى الرئيس محمود عباس يجب عليه أن يكون هناك حالة من التوحد أكثر من ذلك. هناك لدينا انفصال داخل حركة فتح، لو كلنا نعلم أن هناك فتح الإصلاح وفتح المؤتمر السابع التي يقودها الرئيس أبو مازن والفتح الإصلاح التي يقودها السيد محمد دحلان، وهو الآن بقوة يعني حقيقية داخل الأراضي الفلسطينية في هذا التوقيت. الأمر الآخر، الخلاف هو بين فتح وحماس، فتح المؤتمر السابع وأيضا حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية التي تختلف كليا وجذريا مع الرئيس محمود عباس منذ زمن بالمناسبة، ليس هذا هو الأمر. وبالتالي الأمور معقدة لدى الرئيس محمود عباس، ولذلك الرؤية المصرية أعتقد أنها من الممكن أن تضع حلول لكل هذه الأزمات، ولكن هل يستمع الرئيس محمود عباس جيدا للرؤية المصرية أم هناك رؤى أخرى للأسف الشديد تطرح على الرئيس محمود عباس ويقتنع بها من أطراف أخرى. هذه الأطراف أعتقد أننا كلنا نسمع عن أن الأطراف الممولة للسلطة الفلسطينية أو ممولة لحركة حماس هناك ارتباك في حالة التمويل بين الجانبين، بين الجانب الفلسطيني فتح وبين الجانب الإسرائيلي الفلسطيني حماس. طيب، مصر كانت قد دعت قبل 3 أشهر تقريبا لعقد مؤتمر دولي لتحقيق السلام، وكانت مبادرة مصرية رحب بها في هذا التوقيت لكن لم يتم البناء عليها. هل يمكن لهذا المؤتمر أن يبني على هذه الدعوة ويخرج بتبني لهذه الفكرة لعرضها على الأمم المتحدة من جديد وإعادة إحياء الفكرة مرة أخرى؟ يعني أنا أعتقد أن القاهرة التي تقود الآن مرحلة السلام بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني هي لديها رؤية واضحة، وأيضا لديها تفويض تحديدا عربي وتفويض دولي الآن وتفويض أمريكي. أعتقد أنها بتقود هذه المرحلة، وأن يكون هناك عملية سلام على جميع المستويات، سواء كان السلام في قطاع غزة بين الجانب الإسرائيلي وبين حركات المقاومة، وأيضا السلام ما بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني. لكن المشكلة والمعضلة التي ستواجه القاهرة بالمناسبة ليست المشكلة الإسرائيلية الفلسطينية ككل، ولكن هي المشكلة الفلسطينية الفلسطينية. القاهرة بتحدث تقدما حقيقيا بين كل الأطروحات ما بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني المقاوم، تحرز التقدمات، وخاصة نحن رأينا صفقة تبادل الأسرى في 2012، نحن نرى الآن في تقدم في كل الملفات، وتحديدا يعني القاهرة تدخلت في دخول الصفقة القطرية وتدخلت أيضا للسماح. وبالمناسبة ما يقوله هؤلاء هم المسؤولين الإسرائيليين، يقولون بطلب مصري قمنا بتسهيلات كذا وكذا وكذا، وآخرها تصريح أن ما يحدث الآن في غلاف قطاع غزة والإرباك الليلي التي يحدث، ومع أن هناك تسهيلات تقوم بها الإدارة الإسرائيلية الحالية. شكرا لك الكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم الضراوي، كنت معنا عبر سكايب من القاهرة.